زي ما أنا ذكرت إن الوكالة ليست طرف في المباحثات النووية للاتفاق النووي بين الخمسة زائد واحد، الوكالة مش طرف فيها، وبالتالي هي مش داخلة فيها، لكن اللي داخل فيها هو مفاوضات بين الولايات المتحدة والدول الأخرى الخمسة مع إيران. دول اللي لازم يوصلوا لحاجة أو يستمروا. طبعا اختيار ترامب لا يبشر بالخير في هذه النقطة، لأنه هو اللي لغى الاتفاق أصلا، يعني هيرجع تاني فيه. بايدن حاول الحقيقة على مدى ال4 سنين بتوعه، لكن لم يصل إلى يعني اتفاق مرضي لجميع الأطراف. اللي هيحصل دلوقتي أنا أعتقد فيه صعوبات شديدة. الوكالة أولا هي بتمارس دورها وهتستمر بتمارس دورها. النهاردة في أكتر من 100 مفتش بيروح، النهاردة في مفتشين الوكالة شغالين كل يوم على مدى اليوم كله على 24 ساعة بيفتشوا، تفتيش تقليدي صحيح، لكن هو على كل المنشآت النووية الإيرانية المعلنة. إذا الوكالة أنا متأكد أنها تستمر. أتمنى أنه الوكالة والمدير الحالي أنه حاول يحل المشاكل اللي هي في تقديري أنا ما هياش جسيمة، يعني لأن هي مش كبيرة وممكن يتفاوض. هو كان في السنة اللي فاتت في 4 مارس 2023 وصل لاتفاق شبه فني عن التفاصيل اللي يعملوا ايه عشان الاربع مواقع اللي ذكرتهم انا المشاكل اللي فيهم يتحلوا، وزي ما هو قال انه 2 منهم اتحلوا او على الاقل اغلقوا والاثنين التانيين في الطريق. فاتمنى ان يكمل هذا، ايران تكمل التعاون بتاعها في هذا المجال، لان دي كلها حاجات يعني تفتيش تقليدي تبع لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية وليس تبع الاتفاق النووي مع الخمسة زائد واحد ولا البروتوكول الإضافي. طب دكتور، يعني هل سيكون هذا التفتيش التقليدي أو أي زيارات للسيد رافائيل جروسي مؤخرا أي تغيير للموقف الإيراني أو يعني أي نوع من أنواع المصالحة؟ الحقيقة حصل من يمكن 2019 الكلام ده، إن إيران بقى سمحت مرة تانية لزيارة أماكن ما فيهاش مواد نووية، لكن الوكالة قالت إحنا خدنا عينات ولقينا جسيمات من اليورانيوم. الوكالة الإيران سمحت مرة تانية أنهم يروحوا ويفتشوا وإدوا تفسيرات، وبالتالي قفلوا موقعين. أنا متخيل أنه كان فيه أوريدي اتفاق على أنهم يكملوا في الموقعين التانيين أو يحصلوا على الأقل تفسيرات ترضي الطرفين. أنا يعني اللقاء المرة دي أعتقد إنه ما كانش فني قوي، كان شوية سياسي بإنه بيقابل الرئيس الجديد والهيئة الجديدة، لكن مؤكد إن في لقاء فني للتفاصيل بقى، لأنه يقول التفاصيل كذا، طب أنا هروح الموقع ده يوم كذا، ده كذا، إيران موافقة على كذا أو كذا. أنا يعني عندي تفاؤل في إن ده هيحصل وهيكملوا، وإيران هتكمل في هذا المجال مع بالتعاون مع الوكالة. أما المفتشين الوكالة هم موجودين زي ما أنا قلت قبل كده 24 ساعة موجودين طول اليوم بيفتشوا كل يوم على المنشآت النووية. إيران النهاردة هي الدولة الأولى في التفتيش على مستوى العالم. لما بنيجي نحسب كده المجهود اللي بتعمله الوكالة على مستوى العالم تلاقي إن إيران هي أكتر دولة، ومفروض إن هي أكتر دولة بتكلف ميزانية الوكالة. فإذا يعني التفتيش فيها على أعلى مستوى، أتخيل إنه هيكمل لحد ما لما يوصل، نتمنى إن يوصل حل بين الدول الخمسة زائد واحد مع إيران في المستقبل القريب. دكتور، يعني من خلال حديثك هل هناك أي تأثير للسياسة والتسييس على الفنيات في الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟ والله لما تكون ميزانية الوكالة تلتينها جاية من الدول الغربية، تلتها بالصورة خاصة السيف جارد اللي هو التفتيش جاي من الولايات المتحدة، يعني الولايات المتحدة ماسكة إلى حد كبير ميزانية الوكالة. أتمنى إنه ما يكونش فيه تأثير فني على الوكالة في هذا الأمر. وهل يؤثر ذلك يا دكتور على يعني النتائج الأخيرة؟ يعني يؤثر هذا التسييس النتائج الأخيرة اللي هو بتاعت النهاردة مثلا؟ والله الكلام كويس، الكلام اللي بيتقال دايما بيبقى كويس. هنشوف كمان 10 أيام أعتقد المدير العام ده هيعمل تقرير عن إيران، هو كل 3 أشهر بيطلع تقرير. هنشوف هيقول إيه بقى. اللغة بتاعت المدير تحسنت شوية خلال السنتين اللي فاتت،
ده حقيقي يعني، لما بنقرا التقارير في تحسن في اللغه بس مش كافي، ما زال لسه بيبرز قوي مشاكل يعني في تقديري الفني محدوده القيمه، مش هي دي المشاكل اللي هيقعد يبرز المخالفات يعني. ف يعني هنشوف ان شاء الله يعني الوكاله تكون محايده في تقاريرها وما يكونش في تاثير سياسي عليها.